من حي الأسرى المزري خاصة المزرفين عن الطعام، واللي وصل لمرحلة الخطر لحد الآن لم يبث في أمرهم. يعني احنا بنتساءل بصراحة، بنوقف عاجزين عن كيف هيئات الأمم الهيئات الأممية كيف صامتة وكيف ساكتة على العذاب اللي بتعذبه الأسير الفلسطيني في داخل السجون، ما بحرك ساكن. يعني لو كان هذا الإشي لجهات أخرى كان قامت الزينة وما قعدت على أمور زي هيك. إحنا قاعدين أسرانا بتموت داخل هاي السجون، بتموت من الضربات عن الطعام، وما فيش حدا. يعني إحنا بصراحة كثير كثير متضايقين وكثير يعني مستائين من الهيئات الدولية الأممية، ويعني إحنا بنطالب هاي الهيئات كلها أنها تتدخل، يعني تدخل فوري سريع من أجل الإفراج عن هؤلاء الأسرى، خاصة الإداريين منهم. يعني بتكاثر قاعدة الاعتقال الإداري، العزل الانفرادي، العذابات. يعني هذيك اليوم كان في إخراج الأسرى من داخل سجن رمون في العراء في البرد القارس، وكمان يعني هذا إيش بيأثر على صحة أجسام الأسرى في داخل هاي السجون. في حوار في الصين في كيف تزون هي، يعني مش بس اللي وصل لأن هذا الحكي. فإحنا بالتالي بنطالب أول شيء المجتمع الدولي التدخل السريع، بنطالب أهلنا في كافة المحافظات بوقف جدي من أجل، والمطالب بالإفراج عن الأسرى شديد وأبو فارة والحمور، ويعني وكافة الأسرى المضربين وكفاح الطب كمان اللي صار له اليوم حوالي 30 يوم مضرب عن الطعام. احنا كمان بنطالب اهلنا في محافظة الكرم، خاصة اهل الأسرى منهم والمؤسسات الحكومية وغيرها، انهم يتضامنوا مع الأسرى في سجون الاحتلال. نتضامن مع الأسرى من امام الصليب الأحمر، الا انه التضامن ليس حسب حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى داخل السجون، وما زال الاحتلال يشد على الأسرى ويزيد من القوانين التي يعاني منها الأسرى، من عدم اللامبالاة بتقديم الملابس أو الأدوية أو العلاجات، وسن قوانين جديدة لمنعهم من الزيارات ومنعهم من العلاجات الأدوية بداخل السجون، وزيادة الضغط اللي هي زيادة المعاناة بالنسبة للاعتقالات الإدارية وتكرار الاعتقالات الإدارية والإضرابات عن الطعام. إلا أنه الحال الأيام هاي في خطر ببعض المعتقلين المضربين عن الطعام، وهناك لا مبالاة من الأهالي والمؤسسات، والاستصراخ لا يوجد له أي صدى من قبل المؤسسات الإنسانية ولا الوطنية ولا المؤسسات الشعبية.